تحية رأسكم الاستثمار، وماذا نرى لرأسكم الاستثمار بعد كل هذا الهبوط اللي جه بعد الصعود كامل؟ احنا قلنا بمنتهى البساطة ان احنا بنستهدف دورة سعرية، عملت منها واحد اتنين وعملت الموجة التالتة اللي حاليا انا بصححها. طيب التصحيح بتاعي ممكن يندرج لحد فين؟ احنا قلنا لما بيكون عندي موجة تالتة بستهدف التصحيح يكون عندي ما بين مستويات ايه 38 ل 50 فيبو. احنا كنا حاطين منطقة طلب عندنا ما بين مستويات ال 40 قرش لحد مستويات ال 36 قرش، وكمان لو احنا لاحظنا هنلاقي دي كانت منطقة دعم قوية جدا احنا حاليا بنستقر فيها. حاليا انا بستهدف ايه؟ انا بستهدف مستويات جديدة. طب المستويات الجديدة بتاعتي قد تذهب لحد فين؟ طيب انا لما يكون عندي موجة اولى منتهية، الموجة التالتة بتاعتي ممكن تكتفي مستويات 161 لحد مستويات 200 فيبو، وما زلت اعتقد ان الموجة التالتة لسه ما انتهتش وفضل لنا موجة يعني ممكن نروح فيها لحد مستويات 60 قرش، والهدف الاكبر هو مستويات 75 قرش. لمستويات 75 قرش انا بعتقد ان احنا هنعمل قمة جديدة على هذا السعر وهنكسر القمة السابقة، ولكن الموجة التالتة اللي انا فيها حاليا حتى الان لن تنتهي. طيب يبقى أنا بستنى الأسعار بتاعت الموجة بتاعتي فين؟ بمنتهى البساطة هشيل بس لأن أنا ما زلت شايف إن إحنا عملنا كالتالي. عملت بمنتهى البساطة ده كله كان بيج 1 بيج 2 بيج 3 بيج 4 ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد، وعمل قمة جديدة، وما زلت شايف إن أنا عندي تصحيح شبه مكتمل في المناطق دي، عندي مناطق دعم قوية جدا جدا أعتقد إنها مش هتتكسر للقاعدة اللي هو عند المستويات دي. يعني انا ممكن انقل منطقه الطلب بتاعتي دي شويه اخليها لحد هنا، دي منطقه طلب اعتقد انها صعب تتكسر لو لمستها، وهيكون فرصه ممتازه جدا للشراء. فما زلت شايف ان انا عندي مناطق الطلب بتاعتي بمنتهى البساطه الجزء ده كله اللي ما بين مستويات 38 لحد مستويات 35 قرش، وانا حاليا ما زلت داخل مناطق الطلب. كمان لو لاحظنا لان انا عندي تصحيح مكتمل عملت منه ضلع ايه وخدت نفس طول الضلع تاني من المستويات دي. خلينا ناخد فيبوناتشي ونشيل ده كله عشان ما نتلخبطش. تمام انا عندي تصحيح قلت ان انا عايز اخد نفس طول الضلع ده تاني من المستويات دي اللي ممكن يمتد لمستويات 127 فيبو، فما زلنا قريبين جدا مستويات 100 فيبو واضح قدام مننا لو دعم قوي جدا لو عند مستويات 37 الى 38 قرش، وعندي ممكن انزل لحد مستويات 127 فيبو اللي عند مستويات 35 قرش، وشايف انها مناطق جيده جدا 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 للشراء. ننتظر اي نموذج انعكاسي او اي شمعه فوليوم وبعد كده نبحث الشراء، وما زلت شايف ان انا عندي بوادر صعود في المناطق دي. وبالتوفيق.